أخبار اليوم. آخر 10 دقايق من الفرحة، اللي ذاكر ونجح ينجح، إنما اللي ذاكر ودخل ما لحقش يحل نعمل فيه إيه؟ حرام عليكم، حرام عليكم العيال تعبوا. اللي ذاكر وحلو جدا يعني، ما فيش أي حاجة مش مباشرة، أفكارك ماشية يعني، اللي ذاكر بقى واللي ما ذاكرش. ليه 9 وربع يا خبيث؟ كنت سارمين الورقة على الساعة 9 ونص، يبقى إزاي يخلصوا النحو؟ البنات عارفين الإجابات مش عارفين يخلصوا النحو. يهتموا بينا بقى بالحاجات التانية دي، مش تعبنا طول السنة كده يا نور. الإجابة قالوا لنا لا، اللجنة كلها ما حدش نزل، لو عملنا شكوى ما حدش نزل. نزلنا عملنا شكوى، ده مش راضيين يسيبوا لنا الورق ومش عارفين.